سنة جميلة وسعيدة علينا يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنستمتع بأجمل الأغاني اللي بيجدوا بيها الفنان مدحت صالح. هو فنان عربي أصيل، الراجل بصراحة معظم حفلاته بتبقى كاملة العدد، جمهوره دايما بيحب يحضر الحفلات بتاعته. وزي ما انت شايف، انا شايف ان الجمهور اللي حاضر الحفلة فيه جمهور تاني، واحتمال يعني ان احنا نفتح حفلة تانية للفنان مدحت صالح وقت قريب علشان نلبي رغبة الجمهور بتاعه. روحي وعلي وقلبي يا حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك. روحي وعلي وقلبي يا حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوك. وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لناني هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدني الوقت. وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لناني هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدني الوقت. يا حبيب قلبي يا حياتي، انت هتسعد اوقاتي. من أهم فنانين اللي أسسوا شخصية للفن المحترم في الوقت التسعينات والثمانينات، وإحنا تربينا على أغانيه أصلاً. يعني أنا بحب أكتر أغاني الأفلام بتاعته، زي أغنية فيلم أمير الظلام. النور مكانه في القلوب، خيوط شمس الغروب. الحياة تعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بباب. تكون قد الحياة، عايش وحيد وسط الدروب. والله انا بحبك قوي قوي قوي، مستنيه انك تعمل حفلات اكتر من كده. يا ريت ما تغيبش عننا، ولا عايزينك اكتر من كده، عايزين نشوفك اكتر من كده كتير في حفلات اكتر. مشاهدينا نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. بدأنا بالفن، الحفلات الفنية
بتعيد الوجه الفني لمصر وتؤكد دائما ان الفن ايضا من وسائل المقاومة. هنواجه الارهاب، هنواجه حزب الكراهية باسلحة مختلفة من بينها الفن، وبالتالي الحفلات الفنية اللي بتتنوع من مكان لمكان هي ايضا من الاسلحة المواجهة المتعلقة بالإرهاب وكل ما يتعلق ببث حالة الكراهية في المجتمع. كمان حفل الفنان الكبير وليد توفيق في جامعة القاهرة، وهذا الحفل كان بمصاحبة كورال أطفال مصر، أطفال المجتمع، الأطفال اللي لا ذنب لهم بسبب المآسي والمشاكل التي واجهوها وتعرضوا لها في حياتهم. شوفوا ازاي تم اكتزابهم بالفن، وهتلاقوا كمان ان مستواهم بيرتفع جدا، سواء مستواهم الفني او المستوى الانساني، فكرة الادماج في المجتمع. كنا دايما بنتكلم عن قضية اطفال المجتمع وازاي نعالجها وازاي نكتزبهم وازاي ندمجهم في المجتمع من جديد. أعتقد أنه بالمشروع اللي عمله المايسترو سليم سحاب، هذا المشروع اللي بيزداد يوما بعد يوم، بيؤكد أنه كمان بالفن ممكن نعالج مشاكل اجتماعية متعددة. الحفل كان في جامعة القاهرة، وبذلك جمع ما بين الحالة الفنية والجامعة قلعة للعلم والاستنارة. واخد اكبر مبلغ يمكن في حياتي كحفله، هو حب الناس واني اساعد الاطفال. النهارده بحتفل بالموسم بمرور سنتين على انشاء كورال مصر ده. اهدى اللي صار وهذا اللي كان، مالكش حق مالكش حق يتلوم علي. شاركة النهاردة مع كورال أطفال مصر بأغنية إحنا بنغني للحياة. دي أول أغنية تتعمل لكورال أطفال مصر، هي الأغنية دي. سعيدة أن أنا شاركت فيها. طول عمرنا شايلين أحلامنا على كتفنا، رسمين طريق شايفين حياة آخرتها فرحة، من قلبنا وحلمنا حققنا أحلامنا هناك، صوتنا يكمل أفكارنا توصل وتعلى للسماء. طبعا مشروع القرار استاذ وائل اساسا بيرعاه من الاساس، من الاول، من اول ما بدا القرار لغايه دلوقتي تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه والمايسترو سليم سحاب. ده مشروع قومي، ده احسن حاجه في الدنيا طبعا للاطفال. حفلات فنية متعددة في أكثر من مكان، الفن من أسلحة المواجهة. شوفوا أطفال
المجتمع أو أطفال مصر حسبما اتفقنا على تسميتهم ابتعادا عن التسمية اللي دايما يعني تسبب ألما نفسيا لهم. شوفوا التطور اللي حصل عند الأطفال اللي زي ما بقول دايما يعني استيقظوا على مآسي لا ذنب لهم فيها يعني، ووجدوا أنفسهم في هذه الحالة. كيف يمكن أن تدمجهم في المجتمع؟ كيف يمكن أن تجتذبهم بوسائل مختلفة؟ شوفوا بقى الفن عمل إيه في الأطفال. أولا بيحققوا ذواتهم، ثانيا بيبقى عندهم مواهب هتنجح، ثالثا لا تستطيع أنك تميز بين الأطفال. يعني دايما نقول أنه من أول وسائل الإدماج في المجتمع أنه ما فيش حد يستطيع أنه يميز بين أطفال عاشوا مآسي اجتماعية وبين الأطفال العاديين اللي تربوا وسط عائلاتهم وأسرهم. عشان كده ده أهم ما تحقق في هذا المشروع اللي بيتطور يوما بعد يوم. العالم أيضا يعني تعالوا يعني احنا بنبدأ بالبهجة، يعني العالم أيضا بيحتفل بأعياد الكريسماس وسط مخاوف من العمليات الإرهابية. وكان العملية اللي تمت العملية الإرهابية في سوق من أسواق بيع هدايا عيد الميلاد في برلين كانت أيضا من العمليات اللي خلت الحالة الأمنية في معظم الدول الأوروبية مشددة للغاية. لكن العالم لا يتوقف عن الاحتفالات، ينهون عاما يمضي ويبدأون عاما جديدا بالاحتفالات والبهجة. بدأت مظاهر احتفالات أعياد الكريسماس في كل دول العالم، ما بين تزيين أشجار عيد الميلاد وبابا نويل والشموع ورجل الثلج، ولكن لكل دولة طقوسها الخاصة وفولكلورها الذي تنفرد به عن غيرها. مع بدء فرنسا بنشر أكثر من 91 ألف عنصر من الشرطة والجيش في أنحاء البلاد لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، بدأ المئات من الأشخاص بالاحتفال في شوارع المدينة. أما لندن فبدأ العديد من الأشخاص بالاستعداد للاحتفال وسط أجواء فرح والبهجة. وبالزينة استقبلت شوارع نيويورك الاحتفال منذ صباح اليوم. أما مدينة بيت لحم الفلسطينية استقبلت صباح اليوم الآلاف من الفلسطينيين والسياح الأجانب للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد للطوائف المسيحية. أما لبنان فتتنافس المدن والمناطق الرئيسية فيها على استقطاب أكبر عدد زوار للتمتع بزينة الميلاد. بالفن بدأنا، بالبهجة بدأنا، وإن شاء الله يكون عام 2017 عاما للبهجة، ونتخلص فيه من الكثير من المشاكل التي عانينا وما زلنا نعاني منها في نهايات عام 2016. تعالوا نبدأ ببعض الأزمات اللي اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية. كان مؤسفا أنه مصر
تتهم في القضية الفلسطينية تحديدا. طبعا لو قعدنا نتحدث من هنا للصبح على حجم الدماء التي سالت من المصريين وحجم التضحيات التي بذلت وعدد الحروب التي خضناها وكم المعارك التي دخلنا فيها والثمن الباهظ الذي دفعناه، مش هقول بسبب القضية الفلسطينية كما يقول البعض، لكن كمان لدفاعنا عن أنفسنا وعن أمننا القومي وعن قضية العروبة وعن القضية الفلسطينية كذلك. هذه المقدمة لأنه مصر متهمة بسبب ما حدث في مجلس الأمن بأنها باعت القضية وإنها تخلت عن القضية الفلسطينية وإنها بضغوط أمريكية وإسرائيلية سحبت مشروع قرار كانت ستقدمه يتعلق بالاستيطان. والاستيطان طبعا يعني لا خلاف عليه، يعني حتى الدول المؤيدة لإسرائيل كثيرا ما حذرت من الاستيطان لأنه بيلتهم الأرض بيخفي معالمها. لكن كان مؤسفا أن تتهم مصر بهذه الاتهامات. طيب إيه اللي وصلنا إلى هذه الحالة؟ حسأل المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. سيادة المستشار أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل، أهلا بحضرتك. خليني أقدم أيضا للتعقيب على الكلام الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور جمال أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. معي أيضا دكتور حسن نفعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور حسن أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. خلينا نسمع سيادة المستشار أحمد أبو زيد. يعني بالتأكيد سمعتك تعلق كثيرا على الموقف المصري، لكن يعني حتى نجدده للمشاهد من جديد، الصورة اللي بيتم تصديرها الآن أن مصر بضغوط أمريكية بعد مكالمة الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هكذا يسوق البعض، سحبت مشروع قرار يتعلق بمطالبة إسرائيل أو بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقف المستوطنات. هل هذه الملابسات صحيحة؟ هل سحبنا القرار بعد الاتصال التليفوني بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب؟ تفضل. لا، هو الحقيقة طبعا هذا الطباع غير صحيح نهائيا، وإحنا شرحنا اليوم ما هي ملابسات مسألة سحب مشروع القرار ثم التصويت الصالحي بعد ذلك. أنا سمعت عليك بتقول ده، لكن اللي هو ما يتعلق بهذه النقطة، هل خضعنا لضغوط هي التي دفعتنا؟ دعني أوضح النقطة. أولا زي ما حضرتك عارف مصر هي العضو العربي في مجلس الأمن، بمعنى أنه إذا أرادت أي دولة عربية طرح مشروع أمام مجلس الأمن فهي تطرحه من خلال مصر. الجانب الفلسطيني كان لديه رغبة في طرح مشروع قرار خاص بالاستيطان منذ فترة طويلة، وسهلت للجانب الفلسطيني التفاوض مع أعضاء مجلس الأمن وبالتحديد مع مندوب بريطانيا حول هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة، وإلى أن وصل الجانب الفلسطيني إلى شعور بأنه يريد أن يطرح هذا المشروع أمام المجلس باللون الأزرق تمهيدا للتصويت عليه. في هذا التوقيت كانت مصر ما تزال يعني تجاوبت بالطبع مع المطلب الفلسطيني ووضعت المشروع باللون الأزرق. هذا يختلف عن مسألة أنك تطلب التصويت عليه. وضعه باللون الأزرق يعني أن المشروع وصل إلى مرحلة من التشاور قاربت إلى النهاية، وثم يأتي بعد ذلك قرار التصويت يخضع لرغبة الدولة وإرادة الدولة التي تطرح المشروع باسمها وهي مصر. فمصر وضعته باللون الأزرق ولكن لها لم تطلب التصويت على هذا المشروع. وكان السبب في عدم طلب التصويت في هذا التوقيت هو أننا لم نكن على بينة أو على تأكد حتى ذلك الوقت بأنه هذا المشروع سوف يمر ولن يمارس دولة من دول دائمة العضوية حق الفيتو على هذا المشروع. في هذه اللحظات خرج الرئيس المنتخب دونالد ترامب علنا وأعلن معارضته لهذا المشروع،
كما طالب الإدارة الأمريكية الحالية بالتصويت بالفيتو أو بمنع بالاعتراض على هذا المشروع. فكان من الطبيعي أن تنتظر مصر لترى ماذا ستسفر عنه التفاعلات الداخلية داخل الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة خلال الفترة التي تشاور خلالها الجانب الفلسطيني مع الأعضاء المجلس على مشروع القرار لم تنخرط في أي مرحلة من مراحل التفاوض على هذا المشروع. الولايات المتحدة لم تنخرط في التفاوض على هذا المشروع ولم تصرح في أي مرحلة من المراحل حتى قبل التصويت عليه بنصف ساعة، حتى وقت ولحظة التصويت على المشروع لم تصرح رسميا عن نيتها. طب إيه المشكلة أن احنا نطرحه حتى لو استخدمت أمريكا حق الفيتو اللي هو بينقض ويبطل هذه القرارات؟ إيه المانع يا دكتور؟ ده سؤال مهم جدا، وأنا الحقيقة يعني عايز أوضحه للمشاهدين. أولا مصر طرف رئيسي وفاعل في العملية السلام وشريك للولايات المتحدة في هذه المسألة، ومصر تؤمن منذ البداية أن الحل الأمثل للتوصل للتسوية النهائية والشاملة للقضية الفلسطينية سوف يتم من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال اعتماد قرارات إضافية تنتهك وتترك ودون أي استثناء. بس مجلس الأمن يعني المؤسسة الدولية الرسمية الأولى يعني حينما تصدر قرارا بهذا الشكل هو انتصار إن لم يكن حتى له نتائج واقعية على الأرض لكن له نتائج معنوية كبيرة جدا يعني. تمام، أنا هنا ما بعلقش على صدور القرار، القرار صدر ومصر صوتت لصالح القرار ومصر تعلم أن هذا القرار لا أنا بقول عشان حضرتك بتقول إحنا بنعول على المفاوضات الثنائية أكثر يعني. أنا بشرح لحضرتك هنا نقطة محددة وهي لماذا ما الضرر في أن مصر تطرح مشروع قرار ويتم استخدام الفيتو عليه؟ الضرر هنا أن مصر حينما تطرح هذا المشروع فهي بتأخذ موقف محدد من تبني المشروع يختلف عن مجرد مسألة التصويت عليه. فهي حينما تخرج الإدارة الأمريكية تقول أنها لا ترغب في هذا المشروع في الوقت الحالي وأنه سوف يغل يدها في المرحلة القادمة، وحينما يحدث بعد ذلك اتصال من دونالد ترامب يقول أنه يرغب في أن يعمل مع مصر ويتشارك مع مصر في مسألة عملية السلام ورعاية عملية السلام، هنا تقطع. لا ما عايز ما يهمش سؤال بس في ده، يعني هل الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب قال هنا للرئيس السيسي أنه هذا المشروع حيغل يدنا وحيخلينا ما ننجزش نتائج أفضل يعني فيما هو قادم، فالأفضل أن أنتوا تسحبوه؟ لا، ما قالش الأفضل أن احنا نسحبه، لكن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية عقب الاتصال بيشير إلى أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع وأن الإدارة الأمريكية أعربت عن رغبتها في ألا تغل يدها في المرحلة القادمة في العمل مع مصر فيما يتعلق باستئناف عملية السلام. قرار السحب قرار مرتبط بمسألة التصويت الأمريكي وإذا كان سيكون هناك استخدام لحق الفيتو من عدم. فمصر رأت أن ننتظر لبعض الوقت حتى نتأكد من نمط التصويت الأمريكي. في هذا التوقيت رغب الجانب الفلسطيني أن يدفع بالقرار للتصويت، وأيدته في ذلك دول أخرى قالت والله نحن مستعدون للتصويت في المرحلة الحالية. هنا مصر قالت سوف تسحب هذا المشروع لأنها ليست على يقين من أنه سوف يتم استخدام هذا الحق الفيتو أمام المشروع من عدمه، وبالتالي رأت دول أخرى ربما هذه الدول ليس لها نفس موقع مصر فيما يتعلق بعملية السلام، وطبعا حضرتك شفت الدول اللي قدمت هذا المشروع هي 4 دول نيوزيلندا فنزويلا ماليزيا السنغال. نعم، فبالتالي تقدر تستطيع أن تستنتج ما هي يعني مدى حساسية موقف هذه الدول مقارنة بموقف بس الموقف ده دفعنا فاتورة كبيرة من الاتهامات يا أستاذ مشار، يعني لما يتقال أن هذه الدول موقفها أكثر عروبة من مصر يعني للأسف. أولا السلطة الفلسطينية والجانب الفلسطيني أعرب عن تقديره كامل لمصر، مندوب فلسطين في مجلس الأمن أعرب عن تقديره على كل الجهد الذي بذلته مصر خلال فترة التشاور على هذا المشروع. الدكتور صائب عراقات اتصل تليفونيا اليوم بوزير الخارجية ليعرب عن الشكر والتقدير. الدول الأربع التي طرحت مشروع القرار في بياناتها أمام مجلس الأمن أعربت عن كل التقدير لمصر والدور الذي قامت به. أنا في الواقع لا أدري من بالتحديد الذي ينتقد الدور المصري، هل هم المصريون أم من بالتحديد؟ أنا شايف ماسورة من الاتهامات انفتحت في بعض الساحات العربية يعني حضرتك تقدر تعرف ببعض الاستنتاج وقدرة حضرتك على الاستنتاج
من هي الجهات التي لديها رغبة في التشويه صورة مصر وتشويه الدبلوماسية المصرية أو رغبة مصر أو قدرة مصر على الدفاع عن السلطة عن القضية الفلسطينية؟ طيب بس أنا ليه ما أقولش كده سيادة مشار إن أنا أعطيتهم الفرصة؟ إيه المانع إن مصر كانت تقدم مشروع القرار؟ وده لن يؤثر على أي خطوات مستقبلية يعني الرئيس؟ المانع إنه مصر إن مصر تقيس تحركاتها وفقا لرؤية شاملة وليست رؤية مجرد طرح مشروع القرار هي مسألة إجرائية بحتة لا تمت بصلة بمعنى بدعمي لهذا المشروع لأنني أصوت لصالح هذا المشروع وبالتالي هي مسألة إجرائية ولكن تخضع لتقدير آخر أشمل وهو ما هي رؤيتي كمصر للتسوية الشاملة. تعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أظهر انحيازا واضحا لإسرائيل إلى حد أنه يجري اتصالات لمنع هذا القرار وهو لم يجلس بعد في البيت الأبيض تعتقد انه في امل في انه يمكن ان يكون يعني منصفا في او متوازنا حتى في التعامل مع القضية الفلسطينية؟ هذه مسألة تخضع لتقديرات طويلة والإدارة الأمريكية الجديدة لم تتبوأ بعد الفريق الذي سيعمل مع القضية الفلسطينية عن قرب لم يتحدد بعد ولم تتحدد ملامحه بعد حتى الآن الإدارة الأمريكية لا نريد أن ندخل في مسألة الصراع داخل الإدارة المنتهية ولايتها والإدارة الجديدة لأن في النهاية الإدارة الحالية مكثت لمدة 8 سنوات تمارس حق البيتو ضد كل القرارات الفلسطينية بمجلس الأمن وهذه مسألة لا يجب أن ننساها مصر تنظر إلى الأمام مصر تنظر إلى كيفية مساعدة الجانب الفلسطيني في التسوية الشاملة والنهائية مصر لديها دور ولديها مسؤولية تتعلق بالمفاوضات مصر تميز ما بين مسألة طرح المشروع للتصويت ودعم هذا المشروع بعد ذلك مصر هي التي رعت هذه المفاوضات والتي دخلت في هذه المفاوضات طبعا ولا أحد ومع كل أسئلتي يعني لن نقبل أي مزايدات على موقف مثل لكن هنا السؤال بس سيادة مستشار طب الدبلوماسية المصرية كان دايما عندها الحس السياسي يقول على طول كل رئيس أمريكي وهو ماشي وهو يحزم حقائبه يعني دايما يعني بيقدم بعض التوازنات وينحاز لقضايا عادلة لما بتسمع حتى الرئيس الأمريكي بعد ما بيخرج من البيت الأبيض تسمع كارتر وتسمع كلينتون وغيره يعني هتجد كلاما عن القضية الفلسطينية يختلف عن اللي كان بيقوله وهو رئيس كنا نتوقع انه لا الإدارة أوباما وهي تحزم حقائبها ربما لن تستخدم الفيتو أو من المؤكد أنها لن تستخدمه يعني دعني أجيب على هذا السؤال ببساطة أولا ليس كل ما يحدث يتم الإعلان عنه أولا المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة قبل التصويت بنصف ساعة طلبت تأجيل التصويت لمدة ساعة كاملة كي تصل إليها التوجيهات من واشنطن بالتصويت ونمط التصويت إذن الإدارة الأمريكية وهذه معلومة أقولها في برنامجك لأول مرة الأولى لأول مرة إن المندوبة الأمريكية قالت طلبت تأجيل التصويت لمدة ساعة كاملة حتى تصلها التوجيهات من واشنطن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الإدارة الأمريكية لم تكن حاسمة لموقفها من التصويت حتى اللحظات الأخيرة من التصويت على هذا المشروع كل ما كان يقال هو تسريبات وتقديرات لا تبني مصر موقفها الرسمية على تقديرات من هذا ولكن المسائل توزن بميزان من ذهب توزن ويتم قياس التكلفة والعائد ما تحقق في النهاية هو نصر دبلوماسي مصر هي لأن أنا في أولاً لم تغل يد مصر ومفتوحة يدها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة كشريك في عملية السلام صدر القرار الذي ينتقد الاستيطان وفقا للرغبة الفلسطينية أنا أعتقد أن ما حدث في النهاية في حساب التكلفة والعائد وحينما نقيم الموقف بمفهومه الشامل هو بالتأكيد في صالح السياسة الخارجية المصرية وفي صالح الدبلوماسية المصرية والمصلحة العليا المصرية وشايف أنه ده حيخدم مصر في لعب دور أكبر فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية وهو ليس دورا يعني
انما هو مصير ايضا ونتعامل مع القضيه الفلسطينيه. يعني اذا حضرتك استمعت اليوم لكل التصريحات الرسميه الصادره عن الجانب الفلسطيني ومدى تقديره للموقف المصري، سوف تكتشف ببساطه وبسهوله جدا انه هناك ادراك لصحه الموقف اللي اتخذته. طيب قبل ما اختم بس معاك، لانه المعلومه طبعا في غايه الاهميه، انه كون ان مندوبه الولايات المتحده الامريكيه في الأمم المتحدة تطلب تأجيل التصويت لمدة ساعة قبل التصويت بنصف ساعة لأنه لم تأتيها توجيهات حتى الآن، حضرتك بتغلق الباب تماما أمام أن القضية كانت محسومة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كان معروفا للجميع أنها لن تستخدم حق الفيتو، وبتقول لا، إذا كان مندوبتهم ما كانتش عارفة إيه التعليمات وإيه التوجيهات. يعني بكل تأكيد، وهذا كلام على مسؤولية. مستشار احمد ابو زيد متحدث باسم وزاره الخارجيه، الف شكر. طبعا يعني معلومه هي للمره الاولى بتقولها وزاره الخارجيه المصريه للتاكيد على انه فكره انه اصله كان موقف الامريكان من المؤكد يعني انهم هيصوتوا هيمتنعوا عن التصويت مثلا ومش هيستخدموا حق الفيتو. البعض بيقول يعني كان معلوما وانه الحس السياسي بيقول كده، فالخارجية المصرية وفقا لهذا الكلام بتقول لا، بدليل ان مندوبة الولايات المتحدة الامريكية وفقا للمعلومات التي لديهم طلبت تأجيل التصويت لمدة ساعة على اعتبار انه لم تأتيها توجيهات هتقول ايه، تستخدم الفيتو يعني النقد يعني تبطل القرار، تمتنع عن التصويت، تأيد، ترفض، كل دي مواقف مختلفة. طيب قبل هسأل بقى ضيفي الدكتور جمال زهران. دكتور جمال زهران، تعتقد انه مصر اخطأت ام اصابت، خاصة ان البعض يزايد على موقفها ويتهمها بالتخلي عن القضية الفلسطينية وبيع القضية الفلسطينية وقضية المستوطنات من اهم المشاكل المعقدة في هذه القضية؟ تفضل. انا طبعا من امبارح من ساعة ما صدر القرار يا استاذ وائل أنا في حالة تفاعل شديدة جدا على التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، وشعرت أو وجدت أنه في حالة من حالات التربص للقيادة السياسية المصرية والدبلوماسية المصرية في كل خطوة تخطوها، يعني لدرجة أن أنت بتستشعر كأنه الناس اللي بتشتغل في الدولة لا تقوم بواجبها خير القيام، والأمور في الدبلوماسية بتخضع لمؤامات وبتخضع لقراءات وبتخضع لتحليلات يكاد يكون كل دقيقة مثلا. فبالتالي نحن نسجل الدبلوماسية المصرية جهدها في هذا السياق، ومعلوم مسبقا مواقف السياسية ان انا ضد كامب ديفيد وضد عملية السلام الاستسلامية دي، والكلام ده مواقف ثابتة يعني. لكن احنا قدام موقف دلوقتي في مجلس الامن، مصر عضو في مجلس الامن وبالتالي لا عضو غير دائم لمدة سنتين، بتحاسب وبتراقب على أدائها الدبلوماسي في داخل مجلس الأمن، وبالتالي كل تصرف بتراجع فيه، فاحنا في حالة نقد وحالة تقييم مستمرة. أنا أرى أنه مصر لم تخطئ في عملية التقدير في هذا الـ الأمر. ليه؟ لأن أنت أمام إدارتين أمريكيتين متنازعتين، والإدارتين واحدة على اتصال بيك اللي هي الجديدة واللي لسه هتتولى مسؤوليتها في 20 يناير القادم، واحدة بتلملم ورقها وبتجمعه وماشية، والموضوع أثير في لحظة يعني انتقالية بالنسبة للموقف الأمريكي. الأمر الطبيعي في هذا المشروع أنه لما يقدم أمريكا طبقا لسياقتها التاريخية وتصويتها وسلوكها التصويتي في داخل مجلس الأمن أنها تستخدم الفيتو ضد كل القرارات الإيجابية لصالح القضية العربية والقضية الفلسطينية، وإحنا بننظر للقضية الفلسطينية على أنها قضية عربية مش قضية إن إحنا شركاء ولا لا، دي قضيتنا. بس أنت بتتعامل مع الموقف المصري على إنه يعني خطوة اتخذتها مصر حتى تتمكن من التفاوض بشكل أوسع وأكبر حينما تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة، ولا
ارتكبت مصر خطأ فادحا سمح بمصورة الاتهامات اللي احنا شايفينها تنهال على مصر وتتهمها ببيع القضية؟ ما هو زي ما قال سيادة المستشار ابو زيد انه من الذي يعارض هذا؟ من الذي يعارض هذه الخطوة؟ يعني انت لما تشوف التحليل الاجمالي يا استاذ وائل بالمشروع، المشروع تم تمريره بأغلبية 14 صوت بالإجماع، يكاد يكون بالإجماع، وامتناع دولة لا يعوق القرار، امتناع دولة كبرى من الخمسة دول الدائمة لا يعوق، لم يعوق القرار، لم تستخدم الفيتو بعد، وبالتالي القرار يعتبر في 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 مجمله وصدوره من مجلس الأمن وفي وجود مصر وبنفس الصياغة اللي طرحتها مصر وبتوزيع أدوار مع الدول الأربعة اللي هي تقدمت فيها بدل مصر وبمساندة مصر وبتصريح مصر الإيجاب مع القرار، يكشف أن الجهد الدبلوماسي الذي بذلته مصر لم يضيع هباء. ومن ثم لازم نسجل بعد إذنك أستطيع لكمل جملتي، ومن ثم يجب النظر إلى هذا المجهود الدبلوماسي على أنه ظاهرة أو جهد إيجابي. أما الموضوع المخفي عن الأمر أنه هناك لو أنت بتشوف الأربع دول اللي هم متقدمين دولا على علاقة طيبة وجيدة بمصر، يمكن ماليزيا بس في بعض الإيه بعض الامور معلقه شويه نتيجه اتجاهات اسلاميه وغيره، لكن الثلاث دول الاخرى اللي هي ماليزيا والسنغال وفنزويلا السنغال وفنزويلا ونيوزيلندا على علاقه بالموقف المصري. وما لم يكشفه سياده المستشار، وانا اتيحت لي بعض المعلومات، انه تم التنسيق ما بين وتوزيع الادوار ما بين هذه الدول، وانضمت لها ماليزيا على اساس تاكد انه الطابع الاسلامي للقرار وان لهم جهد في هذا الموضوع. طيب. وبالتالي فنزويلا، هل احد يشك ان فنزويلا من الدول الراعيه للقضيه الفلسطينيه؟ فنزويلا شفيذ، الرجل الذي اعلن مصريته وعروبته وقوميته العربيه، يعني ده ما يعني عدو الا نفقد الثقه في دولتنا وفي دبلوماسيتنا وفي ذرتنا الخارجيه بهذه السهوله. يعني احنا لما بنيجي نقيم الموقف المصري النهارده نيجي نقول ايه؟ يعني مثلا يعني بيعمل ضد القضيه الفلسطينيه، يعني من يريد ان يصور مصر على اساس انها تعمل ضد القضيه الفلسطينيه؟ هذا هو شانه وله كل الاحترام والتقدير. خلينا هنا عشان اسال انا بتكلم عن هذا، هسمع تعقيبك تاني، انا هسال بس الدكتور، هاخد وجهه نظر مضاده يعني وارجع لتعقيبك، بس قبل ما اخد دكتور حسن نفع اقدم بس دكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين واحد السياسيين البارزين في العالم العربي. دكتور صائب اهلا بيك. مساء الخير اخويا، ومساء الخير وضيفك. مساء الخير. انا بس هسال، خلي حضرتك معايا، هسال دكتور حسن نفعه استاذ العلوم السياسيه. دكتور حسن، هل تميلون اكثر الى اتهام مصر باتخاذ خطوه خاطئه فيما يتعلق بسحب مشروعها في مجلس الأمن، وهو ما سمح باتهامات توجه إلى مصر الآن بأنها تخلت عن القضية الفلسطينية وأنها تنازلت بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية؟ تفضل. لا، يعني أولا أنا بأرفض أي نوع من المزايدة على الموقف المصري، ومصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، لكن يعني في نوعين من التصرفات أقدمت عليهم الدبلوماسية المصرية فيما يتعلق بهذه القضية. التصرف الأول وهو سحب مشروع القرار الذي كانت قد تقدمت به، والتصرف الثاني هو التصويت إيجابا على القرار في مجلس الأمن. طبعا لو كانت مصر سحبت يعني مشروع القرار ثم امتنعت عن التصويت أو صوتت بالاعتراض كانت بقت فضيحة كبرى. ولكن أنا يعني لم أفهم إطلاقا لماذا وضعت مصر نفسها في هذا الموقف، خصوصا أنها هي التي قادت عملية التقدم بمشروع القرار بحكم أنها الدولة العربية التي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، وبالتالي التنسيق كان يتم مع المندوب الفلسطيني، وكان هناك اتفاق حول التقدم بهذا المشروع لمجلس الأمن. ومن الناحية الفنية يا أستاذ وائل، يعني عندما تصل إلى مرحلة كتابة المشروع بالحبر الأزرق أو بالورقة الزرقاء، فهذا معناه أن كل المشاورات أصبحت منتهية، وأن المشروع مطلوب طرحه للتصويت على
المجلس. الأمر الثاني الذي يعني أريد أن أصرح به بمنتهى الوضوح هو أن كل العالم كان يتحدث عندما قررت مصر سحب المشروع، كان كل العالم يتحدث أن هناك تسريبات تؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية يعني إدارة أوباما ستمتنع عن التصويت، وبالتالي سيمر المشروع لأن الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية ستصوت بنعم للقرار. ولذلك فأن تسحب مصر مشروع القرار بعد اتصال يتم بين ترامب، وترامب في هذه الحالة ليس هو الرئيس الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا معناه أن مصر قدرت أن علاقتها بترامب تستوجب سحب مشروع القرار، وهذا تنازل ما كنت أتمنى إطلاقا أن تقوم به مصر، خصوصا وأنه إذا كان هناك لوم سيوجه لمصر سيوجه اللوم لأنها صوتت بنعم على القرار بعد ذلك، وبالتالي كان الأحرى بها والأولى بها ألا تسحب المشروع وألا تعطي الفرصة للدول الأربع الأخرى لكي يعني يظهروا بمظهر المتحدي لمصر، خصوصا أن هناك من تحدث عن إنذار تقدمت به الدول الأربع لمصر لكي تؤكد يعني استمرار تمسكها بمشروع القرار وطرحه للتصويت، وبالتالي الدول الأربع بانت وكأنها يعني وضعت نفسها في موقف المدافع الأكبر والأفضل عن القضية الفلسطينية، وأن مصر تراجعت. إذن أحرجت مصر واضطرت للتصويت، ولولا تصويتها بنعم لتحولت المسألة إلى فضيحة كبرى، والحمد لله أنها صوتت بنعم، وبالتالي يجب التمييز بين المواقف في هذا السياق، وأن نفهم الموقف المصري في هذا الإطار هو رغبة في الحرص على علاقات جيدة مع ترامب. خلي حضرتك معايا دكتور نشوف بقى وأنا شخصيا أعتقد أن ترامب سيكون لصالح لا القضية الفلسطينية ولا المواقف المصرية، لكن هذه قضية أخرى. طيب هسأل الدكتور صائب عريقات الكبير المفاوضين الفلسطينيين. دكتور صائب خلينا نتكلم عن ما يتعلق بمصورة الاتهامات التي انفتحت على مصر واتهامها بأنها تخلت عن القضية الفلسطينية وأنها سحبت مشروع القرار المتعلق بالاستيطان بعد ضغوط أمريكية إسرائيلية. هل تتعاملون مع هذا الكلام على انه صحيح ولا انها مزايدات الهدف منها تشويه الموقف المصري؟ تفضل. مساء الخير لك مره اخرى وائل ولا ضيوف الكرام. وانا باعتقادي يعني ان عندما نوضح الحقائق سيتبين القاسي والداني ما تم، لان في كثير من الاحيان غياب الحقائق يخلق الشكوك ويخلق الاقاويل ويخلق الشائعات وما الى ذلك. يوم الاثنين الماضي ترأس الأخ سامح شكري وزير خارجية مصر اجتماع للجنة إنهاء الاحتلال الرباعي العربية بحضور وزير خارجية المغرب ووزير خارجية الأردني ووزير خارجية الفلسطيني ومعالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتم تقديم مشروع القرار والاتفاق عليه عربيا والاتفاق مقدم إلى مجلس الأمن. الآن بدأنا نعمل كفريق مشترك، ولا وأصدقك القول أنني كنت على اتصال مع الأخ سامح شكري ساعة بساعة، وكنا نعمل كمجموعة عربية متحدة كفريق واحد، يعني كانت الأشقاء في الأردن في المغرب في السعودية في قطر في الجزائر جميع الدول العربية بدون استثناء يعملون كفريق واحد خلف المندوب العربي في مجلس الأمن اللي هي مصر. الآن كان هناك يعني أمور حول هل نعيد تكرار نفس الأمر الذي حدث في ديسمبر 14 عندما قدمنا مشروع قرار ومن ثم لم نحصل على 8 أصوات؟ نعم طلعتنا. أنا كنت أؤكد للأخ سامح شكري وللأخ ناصر جودة وللأخ عادل الجبير وللأخ آل ثاني والإخوة وزراء الخارجية الذين اتصلنا، نحن على اتصال ولدينا الضمانات الكاملة أن مشروع القرار سيمر. طبعا هذا الآن الأشقاء في مصر كان بيننا وبينهم خلاف. الخلاف أننا نريد أن نغتنم الفرصة ونضيع فرصة لنحصل على التصويت الليلة قبل غدا، في حين ارتأى الجانب المصري أنه لابد من التأكد من ضمان التصويت الكامل. وأيضا أنه كان في سؤال وجهه طرح أيضا ماذا عن علاقتنا بالرئيس ترامب. هذا خلاف يحدث دائما،
ولكن ان يقال انه مصر تخلف عن قضيه فلسطينيه، ان تتهم مصر باي شكل باشكال، هذا كلام غير مقبول على الاطلاق. مصر تلعب دور محوري ودور مصيري، ومن قرا بيان قرار مجلس الامن الذي صدر عن مجلس الامن امس سيجد شكر لمصر ولجهود مصر. هذا موجود لكن الناس لا تقرا. ما موجود في قرار مجلس الامن. نعم، شكر لجمهوريه مصر العربيه على الجهود التي تبذلها الدبلوماسيه المصريه. هذه الحقيقه. لذلك هذه المساله خلفنا. انا اتصلت هذا اليوم على اختام شكري وتحدثنا مطولا، والان علينا ان نتابع الموضوع. هذا قرار تاريخي، قرار في غايه الاهميه، عندما يقول بانفاذ وتطبيق ميثاق جنيف الرابع عام 49 على الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه. هذا يحتاج الى متابعه. نحن الان بحاجه الى جهاز فلسطيني عربي لدعوه الدوله الحاضنه للمواثيق جنيف سويسرا، لدعوه الاطراف المتعاقده الساميه للبحث في كيفيه انفاذ هذه القوانين. عندما يقال ثانيا انه هذا الاستيطان من 67 في الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس غير شرعي وخرق فاضح للقانون الدولي، هذا يرقى لجريمه حرب. وبالتالي لدينا ملفات امام المحكمه الجنائيه الدوليه، ويجب العمل لاسراع اتخاذ قرار المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي. طيب. بس هو دكتور صايب، حضرتك بتوضح بس انه كان الخلاف مع مصر فقط في انه مصر كانت عايزه تضمن انه يبقى في اجماع عدد اصوات كبير يحظى به مصر القرار. ارادت للقرار ان يمر دون فيتو، ومصر كانت تدرس وتوزن المسائل فيما يتعلق بالاداره الامريكيه القادمه. ونحن اكدنا وقلنا للاداره الامريكيه القادمه بصوت مرتفع، نحن نامل من الرئيس الامريكي المنتخب ترامب على الرغم من كل ما يقوله من مواقف لا نقبلها على الاطلاق، تعيين سفير مستوطن لا نقبله على الاطلاق، نقول يجب ان يقف الى الجانب الصحيح من التاريخ، ويجب ان يقف مع القانون الدولي والشريعه الدوليه. قرار الامن يمثل نقطه ارتكاز لتحركات لاي تحركات سلميه في المستقبل، وانا امل ان تحتكم الولايات المتحده لمصالحها. نردنا فعلا الانتصار على الارهاب ودفع هذه المنطقه باتجاه الامن والاستقرار والسلام، لابد من البدء بتجفيف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي. نحن ومصر والمجموعه العربيه عملنا كفريق واحد، هذه الحقيقه. كان هناك اجتهادات، ولكن الاجتهادات لا تفسد الوجود القضيه، ولا يعني ان مصر ليست العمود الفقري لفلسطين والقضيه الفلسطينيه. دكتور صائب عريقات ألف شكر، دكتور حسن نافع ألف شكر، دكتور جمال زهران ألف شكر، والمستشار أحمد أبو زيد شكرناه من قبل، لكن يعني أعتقد أن الاتصالات التي تمت بكل وجهات النظر، يعني تعمدنا أنه يبقى في كل وجهات النظر، متحدث الخارجية أيضا متحدث باسم المفاوض الفلسطيني باسم السلطة الفلسطينية، يعني يمكن أن يقول لنا موقف السلطة الفلسطينية إيه وموقف الفلسطينيين إيه مما حدث، وأيضا دكتور جمال زهران مؤيد للموقف المصري، دكتور حسن نفعة متحفظ على الموقف المصري في بعض الأوجه يعني، ولكن هو للأمانة يعني بيقول لا يجب أن يزايد أحد على موقف مصر، وهو مش موافق على فكرة أنه مورس الضغوط إسرائيلية أمريكية، لكن بالتأكيد الموقف المصري أصبح واضحا الآن. المعلومات اللي قالها المستشار أحمد أبو زيد ربما المعلومة الأهم، لأنه البعض بيقول إيه إزاي مصر بدبلوماسيتها تبقى مش عارفة انه اتجاه الولايات المتحدة الامريكية هي انها مش هتستخدم حق الفيتو، وبالتالي هنا كنا نسيب مشروع القرار المصري يمر، انما مصر لما سحبته قالت ما عندناش معلومات لسه انه ايه الموقف الامريكي، هيستخدموا الفيتو ولا لا. فهو قال معلومة انه قبل نص ساعة حتى من التصويت على مشروع مجلس الامن كانت المندوبة الأمريكية طلبت التأجيل لمدة ساعة على اعتبار أن ما عندهاش تعليمات حتى الآن من الإدارة الأمريكية أو من الخارجية الأمريكية إيه اللي هتعمله، فهي كانت مستنية التوجيهات. ده معناه أن الموقف الأمريكي كان متأرجحا حتى اللحظات الأخيرة، كان متذبذبا حتى اللحظات الأخيرة، لم يكن محسوما كما يقول البعض أنه سيتجه إلى أن أمريكا مش هتستخدم حق الفيتو، لا، جايز كان تجيلها تعليمات استخدمي الفيتو،
وده يبطل القرار. لكن في كل الأحوال خلونا يعني نستفيد من الملاحظات والملابسات اللي بيوجهها البعض، بعض المنتقدين للخطوة المصرية من أرضية وطنية. إنما بقى اللي بيزايدوا، يعني البعض الذين يزايدون حتى عندهم علاقات مع إسرائيل واسعة وهم مش من دول المواجهة، يعني أنا أفهم حتى ما كانش عندهم أي مشكلة مع إسرائيل، لكن يستهويهم دايما إلحق مصر، يبقى تعالوا نوجه إليها الاتهامات. ولمن؟ لمصر تحديدا التي لا يجب أن يزايد أحد على مواقفها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. خلاص، هو كان هناك مجموعة من الحسابات السياسية اللي عاوز والله ضدها فيقول أنه أخطأت مصر في حساباتها، إنما استخدام تعبيرات مصر باعت القضية، مصر تخلت عن الفلسطينيين، مصر تساند المستوطنات، يعني هل 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 يتخيل أحد إن 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 من قدم الدماء حيوافق على مستوطنات، مستوطنات تلتهم الأرض وتلتهم الهوية الفلسطينية بالكامل، ومين ومصر؟ بالإضافة إلى إنه تعتقد الرئيس السيسي الذي لم يرضخ لضغوط أمريكية في أوج قوة الإدارة الأمريكية، وفي الوقت اللي كانت مصر فيها محاصرة وعندها مشاكل لا حصر لها، ده كان أنسب وقت إن أي حد بقى لو هو بيقبل ضغوطا إنه يقبل هذه الضغوط يعني، لكن لا أعتقد بمثل هذه الضغوط. يعني ربما بقى بعض وجهات النظر اللي بتقول إنه مصر مع الرئيس السيسي بتأمل أنه مرحلة دونالد ترامب تكون فيها تعاون أكبر، وأنه المسألة جت بهذا الشكل أنه ده يمكن أن يفتح المجال لتعاون أكبر. دي وجهة نظر، ودي أيضا من الوسائل السياسية المستقبلية. اللي ضد واللي مع، أهلا وسهلا، نستمع لكل وجهات النظر، إنما فتح مصورة المزايدات والاتهامات هو ده المؤسف والمحبط. وطبعا أجدد تاني أهم معلومة قالها لنا المتحدث باسم الخارجية المصرية، لأن هي معلومة جديدة، أن الموقف الأمريكي كان متأرجحا متذبذبا حتى اللحظات الأخيرة. وفقا لكلامه قال أن المندوبة الأمريكية طلبت التأجيل على التصويت لمدة ساعة لأن ما جالهاش أي تعليمات أمريكية حتى الآن. ده معناها ان اتهام مصر بانها كانت عارفة ان الموقف الامريكي هيستخدمه حق الفيتو وهي سحبت القرار خدمة لاسرائيل وامريكا، ده معناه انه ليس صحيح. قبل ما نطلع فاصل تعالوا نشوف الازمة التي ما زالت مشتعلة حتى الان، ازمات سياسية لكن مش هتشغلنا أيضا عن أزمات اقتصادية طاحنة. الاختفاء السلع يا جماعة ازداد بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، ولابد أن تنتبه الحكومة أن الطبقة المحاصرة هي مين، الطبقة المتأزية هي مين. هي طبقة بتعاني وهي الطبقة المحاصرة بمعظم الخطوات الاقتصادية اللي اتخذت في الأيام أو في الأشهر القليلة الماضية. تعالوا نشوف بعض الأزمات التي ما زالت مشتعلة عن اختفاء سلع وأيضا عن ارتفاع أسعار سلع، علشان ننبه الناس أن الحكومة ما زالت غائبة عن السيطرة على الأسواق. نشوف مشكلة السكر التي ما زالت متفاقمة عندنا، هتشوفوها في نشوفها اولا في بولاء ابو العلا، وهنشوف في اماكن تانية ايضا اكثر من وجه لارتفاع اسعار السلع واختفاء سلع. ما
بمنطقة بولاء أبو العلا ما زالت معاناة الطبقة الكادحة في ظل نقص السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز من منافذ صرف التموين، يمثل الشغل الشاغل لمعظم الأسر المصرية، وإن توافرت في البقالات الأخرى فهي بأسعار مرتفعة ليست في متداول محدودي الدخل. كيس السكر دلوقتي بنجيبه دلوقتي من الناس برا بيبقوا مخبينه زي المخدرات معلش، وبنجيبه بعشرين جنيه كيس السكر. مش كل يوم والتاني غلوه في كل حاجة، لما مش عارفين هنروح فين. سكر أنا أقول لك صراحة بشعت حبة سكر من بنتي ما بشتريش. أنا واحدة ازاي ينفعني كيلو سكر وأنا مريضة ضغط؟ بسأل البقالة في الخصوصي بيقول لي 13 ونص، أجيبه منين أنا 13 ونص وجوزي معاش مبكر. أنا كنت باخد 6 كيلو بتومين، أنا 3 أنفار، كنت باخد 6 كيلو سكر. دلوقتي ما بحضرش أكتر من 3 كيلو بالخناق. واحدة زي معاها 7 أفراد معلش ما بيكفنوش الست أكياس سكر اللي أنا باخدهم، ما بيدونيش إلا كيس ست، وعلى كل نفر كيس سكر ما بيعملش حاجة دلوقتي. الزيت بشتري الإزازة ساعات ب 14 جنيه وصلت كده من السوبر ماركت. الناس مش لاقية تاكل، الناس كلها قاعدة بالشوارع. السكر ما بيقضيناش، كل نفر كيلو. انا بفتح يوم او يوم لا كيلو سكر، بس ساعات بصراحه الراجل بيطلع كويس معانا بيدينا برده 2 كيلو زيت. يدوني ازازتين زيت 3 ازاز زيت وبشتري من بره، بشتري ب 14 جنيه وب 14 ونص ومش لاقيينها. مع بدايه كل شهر جميع المواطنين اللي معاهم بطاقه تموينيه بيتكاتلوا على صرف المكررات بتاعتهم، فمهما يكون عند التاجر التمويني من سلع هتخلص، مفيش حاجة ناقصة. أنا كتاجر بستلم كامل حصتي مع نهاية الشهر، لكن بيحصل عندي أزمة بداية الشهر. الناس عاملة الأزمة دلوقتي لأن الزيت بالسكر بره مش موجود في المحلات العادية، فكل الناس الضغط على بقالة التموين بياخدوا تموينهم، فكل واحد جاي عاوز ياخد تموينه سكر بس زيت بس. لما السكر لو متوفر بره مفيش أزمة، يعني السكر موجود عندي في المحل جوه على قد كميته وعندي الزيت موجود، مفيش شكوى. الشكوى مفيش إن سكر بره لكن سكر التموين موجود. دلوقتي بلدنا مليانة خير ومليانة كل حاجة بس هو فين؟ كمان في أسوان أزمة السلع التموينية اللي أتمنى إن الحكومة تنتبه إليها، لأن حالة المواطنين تزداد سوءاً. حصار اقتصادي لطبقة معينة هي التي تدفع ثمنا، وهي طبقة الغلابة والبسطاء ومحدودي ومعدوم الدخل. وتستمر أزمة السكر حتى تصل ذروتها في محافظة أسوان، حيث استغاثات الأهالي وتكدس جموع الشعب على منافذ بيع السلع التموينية طوال النهار أملاً في الحصول على كيس من السكر الذي بات سلعة نادرة يلهث وراءها الأهالي. أنا متبهدلة عشان كيلو سكر ما فيش في البيت، رحت أجيب التموين أول امبارح بهدلوني وسرقوا الطرحة مني ونحلوني. ازاي تجد الجرأة دي قدام الرجالة؟ والله كانت حرام، يعني المسؤولين يبصوا لنا شوية. احنا الغلابة نجيب من فين؟ الشعب جاع طاب ولا لاقين طاومين، ولو رحنا عند بقال يقول لك خد رز، طمنا بالرز هناكل رز، ما السكر محتاجينه والزيت بنحمر بطاطس للمدرسة للعيال، نجيبه من فين حضرتك؟ واحنا ناس غلابة يعني احنا كل عايزين يحسوا بينا. احنا تعبانين، احنا كيس السكر ب 15 جنيه، مش لاقيين ناكل ولا نشرب ولا أي حاجة، يعني من طلعة الشمس احنا قاعدين هنا، ما عندناش مصالح في البيت نعملوها يعني. منظر الناس قاعدة مش منظر في الشوارع ان احنا نقعد. ما فيش رقابة تمنية في أسوان بالذات، ولا حدش بيسأل في أسوان. كله بيطلع تحت السلم، بيطلع من ورا وبيتباع، واحنا مش لاقيين سكر ولا زيت. ناقص ازازة الزيت دي يعملها بالقطارة، يحطها على بالقطارة نعملها على الفول. ايه تاني في اكتر من كده؟ لو كل وزير اتحرك ما قعدش على كرسيه وبيجي مسؤول بره على الشعب ده يا سيدي،
كلنا حنرتاح. ده في ناس بتموت بعضها عشان التموين. الحكومة دي واكلة الناس كلها ولا الناس اللي واكلة الحكومة؟ أنا ما أعرفش، أنا ست على كد حالي، أنا ما فهمش إيه الناس الكبيرة دي إيه، بس المهم إحنا عاوزين نعيش، عاوزين نعيش بكرامتنا. يا الشهر اللي فات خدت رز ومكرونة، الشهر ده مش عارفة هاخد إيه. إحنا بنسمع كلام من وزير التموين ومن الهيئات السياسية وما بنلقاش الكلام ده قدامنا على الواقع. اهو الواقع، اهو اهو بص ايه الواقع ده. سكر غلي والرز غلي والزيت غلي، كل حاجة بأسعار السودة بره. طب فين بقى مين هيراعينا؟ بقى طابور تموين، طابور عيش، طابور لحمة، طابور كل حاجة. الخضار بقى بأسعار. طب الناس اللي معاها فلوس تقدر تاخد وتعيش المعاشة دي، الناس الغلابة تموت. من 5 سنين واحنا بناخدوا التموين زي الشحاتين بالظبط. السكر بيدخل 50% من المصنعات عندي في الفندق، يعني الزبائن المصنعات الحلويات المشروبات. انا مزبون يجي يطلب اوردر يشرب حاجه، هقول له ما فيش، هذه حاجه من احد الاسباب هتضرب السياحه عندي في الفندق. يردمين الشعب كده، ده تتبهدل ليه؟ نكمل معاكم بعد الفاصل. أزمات اجتماعية واقتصادية، مشاكل مختلفة كمان، منها المشكلة اللي اشتعلت في نقابة الصيادلة في الإسماعيلية، الكلام المتعلق بأنه طب لما نيجي نحتفل يا جماعة بأي وسيلة نحتفل وبأي شكل نحتفل، ده على اعتبار أنه تخريج دفعة من طلبة الصيدلة كان في هذا الاحتفال اللي انتوا شايفينه. كان في اعتراضات من قبل البعض، وفي ايضا تأييد متحفظ من قبل البعض الاخر. كل هذه القضايا هنكملها معاكم بعد الفاصل.